أعزائي طلاب الصف التاسع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في درس جديد من دروس لغتنا العربية ضمن برنامج دروس التعلم عن بعد. عنوان درسنا: المرأة صنو الرجل، للأديب مصطفى لطفي المنفلوطي. سنتناول اليوم إن شاء الله الجزء الثاني منه، فهيا بنا. أهداف الدرس: يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية هذا الدرس أن تحدد علاقات الترادف والتضاد بين الكلمات في النص، تستنتج أفكار النص الرئيسة والأفكار الفرعية الداعمة لها، تستخرج الصور الفنية مبينا نوعها وأثرها في المعنى. دعونا أعزائي الطلاب نستذكر ما درسناه في الحصة السابقة حول أفكار النص، حيث حددنا الفكرة العامة للنص. فما الفكرة العامة التي دار حولها النص؟ أحسنت، المرأة شريكة الرجل وسنده في تحمل مسؤوليات الحياة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى تحديد بعض الأفكار الرئيسة. فما الأفكار التي حددناها؟ بوركتم: الفكرة الأولى توضيح دور الأم تجاه أبنائها. الفكرة الثانية: المرأة خير معين للرجل لأداء رسالته في الحياة. الفكرة الثالثة: المرأة مصدر المسرات وسبب ذهاب الأحزان. واليوم إن شاء الله سنحدد بقية الأفكار الرئيسة. العلاقات بين الكلمات: قبل أن نحدد الفكرة الرئيسة لهذه الفقرة، دعونا أعزائي الطلاب نتعرف إلى علاقتي الترادف والتضاد. فما الترادف؟ أحسنت، إنه الجمع بين الكلمة ومعناها. هات مثالا له: بوركت يا بني، الفرح والسرور. والآن استخرج من الفقرة مثالا للترادف. أحسنت، بين كلمتي المحاور والمناقش. التضاد: ما التضاد؟ أحسنت، إنه الجمع بين الكلمة وضدها. مثاله: بوركت، الأفراح والأحزان. والآن مثل له من الفقرة. أحسنت، بين كلمتي الاتفاق والاختلاف. وردت عزيز الطالب في هذه الفقرة كلمة العشير في قوله: يأخذ بيدها ليستطيع أن يجد منها الصديق الوفي والعشير الكريم. فما المعنى السياقي لكلمة العشير؟ وهل هناك علاقة بينها وبين كلمة الصديق؟ أحسنت يا بني، العشير بمعنى المعاشر، وهي هنا بمعنى الصديق أو الزوج، وعليه يمكن أن تشكل علاقة ترادف مع كلمة الصديق. لاحظ كذلك عزيز الطالب كتابة الهمزة في كلمة شأنه. ما سبب كتابتها على الألف؟ أحسنت، إنها همزة متوسطة جاءت ساكنة وما قبلها مفتوح. كذلك لاحظ معي عزيز الطالب الموقع الإعرابي لكلمة يجد: يأخذ بيدها ليستطيع أن يجد منها الصديق الوفي. أن يجد، ما إعراب يجد؟ أحسنت، إنها فعل مضارع منصوب بأن المصدرية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والآن دعونا نتابع أعزائي الطلاب تحديد أفكار النص الرئيسة. اقرأ الفقرة وحدد فكرتها الرئيسة من خلال الإجابة عن السؤال الآتي: كيف يعامل الرجل المرأة في جوانب الاتفاق؟ وكيف يعاملها في جوانب الاختلاف؟ أحسنت، يعاملها في جوانب الاتفاق معاملة الصديق للصديق والنظير للنظير، أما في جوانب الاختلاف
فيكون شأنه معها شأن الناصح والمحاور والمناقش. إذن ما الفكرة الرئيسة للفقرة؟ بوركت: شأن الرجل مع المرأة في جوانب الاتفاق والاختلاف. ننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة من النص، والتي حاول الكاتب من خلالها التأكيد على الفكرة العامة وبيان غرضه من النص، وذلك من خلال الحديث عن نوع العلاقة التي تجمع بين الرجل والمرأة. فما نوع هذه العلاقة؟ أحسنت، إنها علاقة تكاملية سامية. إذن ما الفكرة الرئيسة للفقرة؟ أحسنت، التكامل بين الرجل والمرأة أساس بناء المجتمعات وارتقاء الأمم. الصور الفنية: ما المقصود بالصور الفنية؟ أحسنت يا بني، إنها الصور البلاغية أو البيانية، وقد وظف الكاتب الصور الفنية لتأكيد فكرته وتوضيحها، فراوح بين التشبيهات والاستعارات. اقرأ عزيزي الطالب الفقرة وحدد بعض الصور الفنية الواردة فيها، موضحا نوعها وأثرها في المعنى. الصورة الأولى: بوركت وتغرس في قلبه كبرياء المسؤولية. ما نوعها؟ أحسنت، إنها استعارة، حيث شبه الكبرياء بالغراس، حذف المشبه به وأتى بما يدل عليه. أثرها: تجسيد المعنى لتوضيح مدى مساندة المرأة لزوجها. الصورة الثانية: أحسنت، فهي التي تمنحه يدها عكازا لشيخوخته وقلبها مستودعا لأسراره. نجد هنا عزيزي الطالب صورتين فنيتين: تمنحه يدها عكازا وقلبها مستودعا. ما نوعهما؟ بوركت: إنهما تشبيهان بليغان، حيث شبه يدها بالعكاز وقلبها بالمستودع. أثرهما: توضيح قوة العلاقة بين الأب وابنته. نشاط تطبيقي. والآن تعالوا بنا أعزائي الطلاب لنأخذ نشاطا تطبيقيا حول المفردات والصور الفنية. اقرأ الفقرة واستخرج منها مثالا للترادف. أحسنت، بين كلمتي تتسمع وتصغي، وهناك مترادفات أخرى حاول تحديدها بمفردك. وردت كذلك كلمة الإيثار في قوله: فإن الشيخ لا يستطيع في أخريات أيامه أن يجد في قلب ولده الفتى من الحنان والعطف والحب والإيثار ما يجد من ذلك في قلب ابنته الفتاة. فما معنى الإيثار؟ أحسنت، تفضيل المرء غيره على نفسه. وما ضد الإيثار إذن؟ بوركت، الأثرة أو الأنانية. هات عزيزي الطالب ضد كلمة الحرص. كما وردت في الفقرة كلمة هواجس، أجمع أم مفرد؟ أحسنت، جمع. ما مفرده؟ بوركت، هاجس. وما الهاجس؟ بوركت، إنه الخاطر أو الإحساس. هات عزيزي الطالب مفرد كلمتي رعشات ونظرات. ننتقل الآن إلى تحديد بعض الصور الفنية. تأمل الفقرة عزيزي الطالب واستخرج منها صورة فنية جديدة. بوركت، روح الشهامة، في قوله: تبعث في نفسه روح الشهامة والهمة، حيث شبه الشهامة بالروح. فما نوع الصورة إذن؟ أحسنت، تشبيه بليغ، وأثره توضيح أهمية الشهامة. وهذه إحدى صور التشبيه البليغ
وتكون من إضافة المشبه به إلى المشبه. أنشطة الكتاب: افتح كتابك عزيزي الطالب الصفحة 19. السؤال الثاني: ما العلاقة اللغوية التي تربط بين كل كلمتين تحتهما خط فيما يأتي؟ ألف: فهي التي تلازمه من صرخة الوضع إلى أنة النزع. ما العلاقة اللغوية بين كلمتي الوضع والنزع؟ أحسنت يا بني، إنها علاقة تضاد. ب: تغرس في قلبه كبرياء المسؤولية وعظمتها. ما العلاقة التي تجمع بين كلمتي كبرياء وعظمة؟ أحسنت، إنها علاقة ترادف. انتقل إلى الصفحة 21. النشاط الثامن: وظف الكاتب الصور الفنية في النص. بيّن نوع الصورة الفنية فيما يأتي واشرحها مبيناً أثرها في المعنى. ألف: إنها سر الحياة الإنسانية وينبوع وجودها. ما نوع الصورة هنا؟ أحسنت، إنها تشبيه بليغ، حيث شبه المرأة بالسر وبالينبوع، ذكر المشبه والمشبه به، وحذف أداة التشبيه ووجه الشبه. ما أثرها في المعنى؟ بوركت، توضيح مكانة المرأة وأهمية وجودها في حياة الرجل والأبناء. ب: تظللهم بجناح رحمتها. ما نوع الصورة؟ أحسنت يا بني، استعارة، حيث شبه الرحمة بالطائر، حذف المشبه به وترك ما يدل عليه وهو الجناح. ما أثرها في المعنى؟ أحسنت، تجسيد المعنى، لتوضيح مدى رحمة الأم بأبنائها. نشاط ختامي: صف علاقة الرجل بالمرأة في حالتي الاتفاق والاختلاف كما بينهما الكاتب. أترك لك عزيزي الطالب الإجابة عن هذا السؤال مستعينا بما ورد في الشرح. وهكذا نكون أعزائي الطلاب قد حددنا في هذا الدرس العلاقات بين الكلمات، وانتهينا من استنتاج بقية أفكار النص الرئيسة والفرعية، واستخرجنا كذلك بعض الصور الفنية الواردة في النص. سنستكمل ما تبقى من هذا الدرس في حصة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.